باقا تقريبا دابا واحد المده ديال 15 يوم. الثمن راه رسميا كاين 80 درهم 85 درهم السردي، بالنسبه للاحجام الكبيره 80 درهم، احجام متوسطه والصغيره 85 درهم. بالنسبه للبرقي الاحجام الكبيره حتى هو كدير 75 درهم، الاحجام الصغيره والمتوسطه كدير 80 درهم. الماعز 75 درهم، الخروفات كيديروا 70 درهم. ملي كتجي الثمن راه الثمن على كل شيء. المغرب عنده واحد ازمه اقتصاديه من الشمال حتى للجنوب، وهي اللي مأثر على الثمن ديال الاغنام. اما ما ندويش على العلف، ما غندويش على الشتاء، ما غندويش، كاينه ازمه كما كنقولوا ديال التضخم هي اللي مأثر على الاغنام. الغلاء راه كاين على طول العام، ماشي غير دابا. المواطن دابا يلاه غيخرج، يلاه خرج الارض الواقع باش يعرف الغلاء ديال اللحم. مناش غلاء اللحم باش يكتشف اللحم. العام كامل كناخذوا فيه البقري ما بين 80 90 درهم، والغنمي كناخذوه ما بين 120 درهم حتى 130 درهم حتى 100 درهم. هاد الغلاء ما كانش عارف المواطن السبب ديالو. السبب ديالو ان هاد الغنم دازت غاليه العام كامل، قليله العام كامل. ملي كنجيو دابا حنا واحد مثلا واحد 500 ولا 600 راس باش نوجهوها للمستهلك، ما عندنا حتى شي دعم على ديك الاعلاف. كنجيبوها كندخلوا السير ديالنا في هذيك الاعلاف ديال المده ديال الشهر، اعلاف كنخسروها من جيبنا. داكشي داخل في هامش الخساره وهامش الربح ديالنا، مدخلين فيه كلشي. مثلا شرينا ب 70 درهم كنبيعوا ب 80 درهم، عندنا 10 درهم فيها السير فيها الخدامه فيها كلشي. الثمن زيد مني الكساب شرا داك الخروف وكيكسب فيه اللعاب هو زيد، ما كاين لاش الناق لا كساب لا والو. الثمن زيد في المغرب كامل. 3 سنين ولا 4 سنين كندخلوا للعيد وحنا لاعبين ناقصين، يعني كون كانت غتنخفض ما غنستوردوش الاغنام. احنا مستوردين 600000 راس، وشوف واش غتقد ولا ما تقدش. وكاين اللي ما غيبيعش هذيك 600000 راس اللي داخله، كاين اللي باغي يخليها من ورا العيد يبيعها للجزاره شحال من حاجه. اللي باغي يشري غير يخرج يشري بلا ما يتسنى 3 ايام من الاخر. 3 ايام من الاخر راه كتولي بحال تقدر تولي عندك الفلوس وباغي تشري حولي، وما كتلقاش هذاك الحولي اللي انت باغي، وهو ديك القيمه اللي كتعطيها في الحولي ربما ما يستاهلهاش هذيك الساعه. 3 ايام من الاخر اللي باغي يشري خرج يشري. باقى مده ديال 15 يوم، عنده دابا من هنا ل 12 يوم. شري كيف ما عجبك ودور السواق كيف ما عجبك، المهم قلب على راسك. 3 ايام من الاخر راه كيبقاو غير الناس اللي ما عندهمش، اللي ما عندوش هو اللي كيدور كيقلب على واحد الخروف على قد فلوس باش يعين. اما اللي عنده ناوي يشري غير يخرج يشري، ما يعوش على الاثمنه طيح، حيت الفلاح تبدلات العقليه ديالو. ما بقاتش ديك العقليه ديال الفلاح انني ما تباعش ليا الخروف غنردو خاصني نصير عليه. الفلاح اللي ما جابش ليا الخروف الثمن غيردو للدار، حيت اصلا كاين نقص، غيردو غيبيعو بالثمن عاوتاني من وراء. الله يعاونو على هذه المنافسه وهذه الفريضه، والله يوجد ليه. والثمن راه كاين، يعني الثمن غيبدا تقريبا خروف صغير غتعول على ما بين 2500 حتى 3500 في البرقي. اما السردي غتعول اقل ما كاين 3000 نقول لك 3500 درهم اقل ما كاين السردي، 3500 3600 درهم السردي. اللي بغى يعيد على خروف ولا عتروس راه كاين اثمان اللي هي غتناسب الطبقات الفقيره كما كنقول. يجيب لهم الله العيد ديالهم حتى للدار، شي اللي ما قادرش يعيد والناس اللي ما عندهمش باش يعيدوا، والله حتى كيوصل لهم الحولي حتى للدار ما كيعرفوش منين جا. والله يوجد كل شيء، رزقهم كيجيهم حتى للدار. أنفوطو دابا ديال الحاوي كدير أنفوطو.